اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واهلا بيكم في شقة مختلفة تفصيل. اول مرة اشوف شقة مصرية بالمساحة دي والتصميم ده والتنسيق والجمال اللي في الشقة. شقتنا النهاردة المكتب الهندسي انجاز للديكور والمقاولات بإذن الله. هسيب لكم لينك الصفحة بتاعتهم، شغلهم حلو جدا ومميز. الشقة دي مش هتصدقوا ان هي 54 متر، مش هتصدقوا قد ايه يعني. هو حتى كمان حاطط اللينك بتاع الشقة قبل وبعد، مش هتصدقوا قد ايه استغل كل جزء في الشقة. والشقة باينة بشكل شيك جدا وراقي جدا، وفي نفس الوقت منظم واستغل حلو اوي المساحات. بصوا كده، ده الريسبشن، والمطبخ امريكا مفتوح على الريسبشن. بس السفرة الوانها حلوة قوي، المنت جرين مع الابيض تحفة مع الاوف وايت. بصوا بقى الجمال، الإضاءة طبعا حلوة قوي فاتحة، الألوان كلها فيها فواتح عشان كمان تدي مساحات أوسع وأعمق للمكان. المكتبة جبسون بورد بس سيمبل. بصوا هنا المطبخ، الإضاءات كمان اللي عاملها تحت في المطبخ حلوة قوي. كراسي السفرة دي من الكراسي اللي أنا شخصيا بتعجبني جدا. حطلنا لايك للفيديو القمر ده، واللي أول مرة يشوفنا في القناة ياريت تشترك معانا تستفيدوا بقى من كل اللي بنقدمه. الديكورات والتجديد، بصوا بقى قد ايه النيش تحفة لوحده. شايفين الإضاءة اللي معمولة كمان في المطبخ من تحت هنا حلوة قوي. شوف مساحة المطبخ قد ايه فيها كل يعني التقفيلة اللي انت محتاجة، التقفيلة اللي فوق فوق التلاجة، التقفيلة اللي في الكورنر ده حلوة قوي. تصميم المطبخ بجد شابو ليهم وتسلم ايديهم. بصوا قد ايه جمال المطبخ، حتى الرخامة هنا مستغلة تحت متقفلة كويس قوي. شوف بقى الجمال، يعني انا عاوزه رايكم بامانه في الشقه دي. من الشقق اللي عجبتني جدا تفاصيلها التقسيمه بتاعتها، يعني المساحه المطبخ صغننه ان تطلع بالجمال ده، طبعا يبقى بجد برافو اللي هم عاملينه فيه. التقفيلة اللي فوق التلاجة كمان يعني مستغلة صح، بتعلي انت بقى المساحة معاك لفوق وحلوة جدا. اللون كمان فاتح، كانش ينفع نعمل لون يعني او يعملوا لون غامق للمطبخ مع المساحة اللي مش كبيرة لكن مستغلة حلوة قوي. بصوا الركنة تحفة الوانها حلوة قوي، الاوف وايت مع المنت جرين تحفة. المنت جرين من الوان اللي طالعه ترند قوي في حاجات كتيره، في الوان مطابخ، في الوان دهانات، في الوان تجديد، حلو جدا. هسيب لكم لينك الصفحه بتاعتهم ولينك الشقه دي قبل التقسيم، لان في ناس تقول استحاله تكون دي 54 متر. بصوا هنا بقى اوضه الاطفال متقسمه ازاي، بصوا الاوضه صغننه جدا، بس بصوا بقى الجمال والعظمه اللي هم عاملينها. الأوضة هنا سريرين دورين، سرير دورين، بس بصوا فيه تحت الدرج اتفتح كده كمان سرير تاني، والسلم ده أدراج عميقة بتحط فيها حاجات الأولاد. بصوا بقى الجمال هنا، ده كمان سرير زيادة، حلوة قوي تصميم السرير. شوفوا الدولاب وجماله، والدولاب فيه مرايات كبيرة بتحسسك ان الأوضة أوسع رغم ان مساحة الأوضة صغننة، بس قد ايه جميلة تحفة بجد. شابوه لكل حد صمم اي حاجة في الشقة دي والجمال اللي فيها. واو شو بقى اوضه النوم ده الماستر. بصوا بقى الجمال، التنجيد هنا للسقف، ومدخلين في ظهر السرير شرايح ستانلس، ده الجزء ده في الحيطة نفسها. البراقع، النجف، طبعا التنجيد بتاع الجزء اللي ورا السرير نفس تنجيد الدولاب.
ايه الجمال ده؟ يعني اعتقد ان الشقة حلوة جدا بتصميم. انا عاوزة لايكات كتير من حضراتكم بقى للفيديو القمر ده، التفاصيل دي ودعوة حلوة من قلوبكم لاصحاب البيت، ربنا يهنيهم ويسعدهم. بصوا هنا الحمام، وبقى تقسيمة الحمام، في تقفيلة فوق الخامة فوق الغسالة، وفي تقفيلة فوق بالطريقة دي. هنا برضو كمان كابينة شاور، اللي يصمم الحمام ممكن في كمان بانيو بالشكل ده، والتقفيلة دي مع المساحة دي حلوة قوي. دي الطرقة بقى اللي بتؤدي للريسبشن. السفرة والأنتري والمطبخ الأمريكان، النيش تحفة، عجبني جدا فكرة النيش قوي، عجبني جدا ألوان الريسبشن. أتمنى أن فيديو النهاردة يكون نال إعجاب حضراتكم، وأستنى تعليقاتكم من القمر ولايكات حلوة منكم للفيديو ده، ودعوة حلوة من قلوبنا لأصحاب البيت، ونقابلكم إن شاء الله بفيديو جديد وشقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.